الناحية يعني الإجابة على هذا السؤال أو التحليل لهذا المفهوم نعم. الذي استعمل في يعني في التصريح بيان رئاسة الجمهورية، بيان رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال يردنا إلى التقنية التي استعملت في استهداف هذه العربات، يعني والاحتمال الأقرب والمرجح أن نعم. التقنية التي استعملت هي تقنية الطائرات بدون طيار واستعمالها انطلاقا من الأجواء الصحراوية يعني في مسافة بعيدة نوعا ما في العمق نعم. ثم ضرب هذه الشاحنة. لا ننسى أخي الكريم بأن النظام المخزن استعمل هذه التقنية حوالي 4 أشهر نظن في أبريل أو من هذه النواحي نعم. استعملها وضرب بها قائد الدرك الحرس الصحراء الغربية وتم يعني ضرب استهدافه انطلاقا من طائره بدون طيار، ويعني نفس العمليه وكانها يعني عمليه تقوم يعني العمليات التي تقوم بها اسرائيل في الضفه الغربيه باستهداف قطاع غزه كذلك واستهداف القاده الفلسطينيين. فاعتقادي لكي لا اكون جازما ارجح فقط ان هذه العمليات يعود انطلاقا من التعبير المستعمل في بيان رئاسة الجمهورية يعود إلى هذا التقنية، وهي ليست يعني تقنية متطورة كما يعني هي بطبيعة الحال من ناحية التقنية متطورة على أساس أنها استعملت طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة عن بعد.